طيب الموديل معانا جهز لنا عليها ايه النهارده برضو نشوفه تاني؟ الحاجات برضو الترندي الجديده. اتفضلي. دلوقتي اهم حاجه عند كل بنت انها تلبس تشوكر. صح. التشوكر ده اكتر حاجه بتبين الرقبه وبتبين جمال الرقبه. فدي يعني احسن حاجه دلوقتي احنا ممكن نلبسها. بعد كده اللي هو تاني واحد ده اللي هو الجروبات، ده عند معظم البنات يعني 90% من البنات عندها النكلس دي. فالستاك دي بنوريها ازاي ممكن تغير من شكل النكلس بتاعتها. ممكن تلبس عليها تشوكر، تلبس عليها نكلس اطول منها شويه، هي كده غيرت من شكلها خالص. اوكي. طب دي فكره حلوه جدا برضو. على فكره انها تغير من شكل الستاكينج او شكل التنسيق بتاعها بالزبط. حسب القطع اللي موجوده. انا برضو لابسه النهارده على فكره تشوكر. ما هي احلى حاجه التشوكر بصراحه. موضه جدا. هي موضه جدا كمان. بس التشوكر اللي هي لابساه ده في الصيف ممكن لبسه تشوكر وهو بيطول من ورا. ممكن أوكي. تلبسه لو في الشتاء وهاي كول ممكن تلبسه يبقى نكلس عاديه. يعني دي حاجه زي اتنين في واحد بالزبط. ممكن تطولها وتقصرها على حسب عايزه تلبسها على رقبه او حابه انها تطول معاها شويه بالظبط. طب حلوه جدا جدا، شكرا حبيبتي، ميرسي. طيب عايزه اسالك بقى على الحاجات الترندي اللي هي بتبقى ذهب في ذهب. ايه اخر حاجه في الحاجات دي؟ الذهب في ذهب هو برضو الفان كليف في ذهب في ذهب. التافاني ذهب في ذهب، الموناكو ذهب في ذهب. كل حاجه فيها ذهب في حاجات اللي هي زي زمان كده. في حاجات انت جايباها برضو معانا اللي هو الطقم اللي قدامي ده برضو ذهب في ذهب، بس تحسي ان هو في شكل جديد انا اول مره اشوفه برضو. هو الذهب عامه دلوقتي موضه قوي قوي. كل البنات بقت بدل ما اجيب اكسسوارز واضيع فلوسي، لا انا هجيب جولد وانفست بالمره. يعني هتشيك وكل حاجه وهانفست فلوسي. فدي كانت اكتر انا شايفه انت كمان لابسه حاجات فرعوني. حساكي معتزه قوي بمصريتك جدا، فاخترتي ان انت الحاجه اللي انت تبقي لابساها الحاجه اللي بتوري هويتك كمصريه جدا. عامه ده ديزايني انا بجد، وده حجر طبيعي وده حجر البرج بتاعي اللابس. ما شاء الله. انا لو حد ما كاستمر بيجي لي وعايزين حاجه كاستمايزد، انا بشوف البرج بتاعها ايه واجيب لها الحجر بتاعها طبيعي. يعني انت كمان يا الاء بتساعدي لو حد عايز يعمل حجر خاص بيه، انت دارسه الموضوع ده او فاهمه فيه، فتقدري ان انت تعملي لهم الحاجه اللي ماشيه مع البرج بتاعهم او الشخصيه بتاعتهم. بالظبط. بجيب الحجر بتاع البرج بتاعها وبنعمل ديزاين. نعمل ديزاين. بنحط يعني انا ده عشان انا بحب جدا الحاجات الفرعونيه جدا. فجبت الحجر بتاعي وعملت الشكل ده. حلو قوي قوي. عملت ماتشنج مع البرج مع الحاجه اللي انا بحبها. حلو جدا ولايق عليكي قوي.